التنمر بيبدا التحدي الثالث من برنامج نجوم بلا حدود. حيكون هذا اللايف شو غير الاثنين قبل، لانه بنحكي فيه رساله للمجتمع حتى نحد من التنمر. صراحه لو بغادر البرنامج اليوم حاندم على الفيديو اللي عملته ابدا. 13 رساله كلها تقول لا للتنمر بجميع اشكاله. وهلا صار وقت المنافسه، والبدايه مع عبد الرحمن الحريري من سوريا. 69 على 75. أنا مبسوط كتير إنه عجبهم، بس بتمنى تكون الرسالة وصلت للجمهور بشكل واضح. رح نبتسم للخمسة وستين. عجبتني العلامات تاعي، فيها تقدم ملحوظ على الليدو كرايم اللي فاتوا، دونك كاني فرحانة. 55. الحمد لله طلعت إن شاء الله بمنطقة الخطر، ومتحمس جدا، والحمد لله عجبهم ومتحوا بيه هواية يعني. 64 رولا. ثانك يو. أنا مبسوطة كتير لأنه كنت متوقع أقل، وكنت متوقع أمثل اليوم، وكتير مبسوطة على 75. 44 سامر. أنا ما راضي على تقييم لجنة التحكيم، وأنا تعبت للفيديو، صار لي يومين أشتغل به، وينطوني 44 علامة ما أعرف ليش. هالمرة أنا سويت المونتاج لوحدي، بس التعديل النهائي سويناه على لابتوب رولا. قلت لها يا رولا أكيد سلمتيهم الفيديو النهائي. قال إيه. لما طلعنا بالبروفا شفت إنه هيدا الفيديو يلي ما أنا معدل، كتير تضايقت. أنا كل توتري هلأ وكل تعصيبي وكل دموعي بس بسبب غلطة رولا. دوري وبدي اطلع على المسرح هالمرة، متوترة عن جد. ان شاء الله المشاكل اللي صارت بالفيديو ما تأثر على العلامة. بداية مع وائل، شو رأيك بالصورة يلي قدمتها جينان؟ الصورة حلوة، كل حاجة حلوة. انا مشكلتي بس البلالين دي، ما في المفروض كنت تطير في السماء فوق. انت اديتينا امل وبعدين دمرتينا بالبلالين اللي وقعت. ما فيهاش هيليوم ليه؟ حبيت الفيديو، حبيت الافكار، المشاهد كثير حلوين، حسسني انه في حدا وحيد عم يتعرض للتنمر وقادر يشيل الورق. حبيت كل المشاهد. القصيده كانت شوي مباشره كثير، يعني كفى تنمرا. كنت بفضل حس قصيده مثلا، حدا حاسس بالوحده وانا حلل، وبالاخير مثلا يطلع لا للتنمر. انا شدني الشعر اكيد، القاءه طبعا ما في حدا يقول عنه شيء. بحب كثير القاءه بعكس وائل. تغير يمكن من موضوع هيدا القاء الشعر، يعني هيك بيلقي الشعر الواحد، بس حسب الموضوع. يعني الموضوع كمان حلو، والفيديو يعني حسيته حلو، بس ممكن ما بعرف شوف بعض اشياء جماليات تبهر اكثر. 54 لجينان، وانت بالمرتبه التاسعه. شكرا لك جينان. جبت 54 علامة على الفيديو، راضية عن النتيجة، لأنه أنا بالأصل الفيديو هذا ماني راضية عنه، أنا بقدر أقدم شيء أحلى بكثير. قالي وائل ليش بآخر مقطع البوالين طارت ورجعت على الأرض؟ إنه هو في أمال وبعدين وقعوا، فأنا صفنت شوي إنه هذا المقطع أنا كان بدي قصه، بس بسبب ظروف كثير وأكيد رح يعرفوه كل المشاهدين بعدين، فأنا ما قدرت أقص هيدا الفيديو، وكان في صعوبات كثير بالمونتاج، فكان لازم ينتهي بأمل. مو انه ينزلوا البالين على الارض، بس هو في خطا كان. هلا دوري، بدي اطلع على المسرح لاول مره. عم حس حالي خايفه لانه الموضوع اليوم كثير حساس، وممكن الفكره توصل او ما توصل. انا شوي الفيديو تبعي فيه هيك ايموشنز، فيه مشاعر، فيه شوي سوداويه، فان شاء الله يتعاطفوا معي، وان شاء الله خير. وجود امي بين الجمهور رح يعطيني طاقه ايجابيه وفرح، ان شاء الله تكون فخوره فيني. بداية مع يارا، شو رأيك بأداء ماريلين وأسلوبها بتوصيل الرسالة؟ أنا دايماً بحب الفيديوز اللي بتعملهم ماريلين، مع أنه كتير سيمبل بسيطين، بس هي والفكرة والمضمون بهالفيديو والرسالة اللي بتوصلها كتير بيعجبني. يعني اليوم حكيت عن شيء أنه بالرغم من كل الانتقادات تكوني قوية ويكون عندك ثقة بحالك، بالرغم من كل اللي عم ينقال
شيء كتير حلو. عجبني الاديتنج بتاع هو الفيديو كله حلو بصراحه. عجبني الاديتنج ازاي بتعملي بيبقى ابيض واسود انه كانك بتتحرقي من جوه والى اخره، والكلام كرييتيف اللي انت كاتباه الكلام ده هذا حكي حقيقي، كومنتس حقيقيين انا جايني على اليوتيوب. اه والله بس غيرت الاسامي. برافو عليكي والله. كل شيء حبيته بالفيديو مارلين كتير مهم عن جد. السايبر بولينج اليوم هو حسب الدراسات أخطر من البولينج، لأنه في ناس بتتخبأ، والتنمر على الإنترنت ما فيك تهربي منه، مش إنه من المدرسة أو بس من البيت، ما فيك طول الوقت موجود. برافو. أنا بس بدي أقول سوري، بعرف إنه يمكن عم نحكي كتير، بس أنا تعرضت للسايبر بولينج، ممكن أي حدا يتعرض له. كان كتير شيء صعب، لأنه اللي بيكتب بيفكر إنه لا هو عم يكتب على آلة، الآلة رح تقرأ، بس إنه إنسان رح يقرأ بالنهاية، في مشاعر كتير كتير مهمة. شكراً لكم. أوه 70-75. إذن 70 يا مارلين توضعيك بالمرتبة الأولى أكيد لهلأ. شكراً لك مارلين. جبت 70 وهي أعلى درجة بتنعطى بثلاث حلقات لهلأ، هي المرتبة الأولى. أنا كتير مبسوطة وتشكر اللجنة من قلبي، يعني أنا انتبهت فاية صار بتدمع، فهذا بالنسبة لي وسام فخر لحالي. لو هذا الفيديو بيخليني أطلع من هالبرنامج حكون فخورة فيه. اليوم تأكدت أنه أنا فخورة بهذا الفيديو كتير، لأنه صرت رقم واحد. تحدي مستمر مع راشد المتاعب من السعودية، بطل المرتبة الأولى بكل التحديات السابقة. يا ترى كيف رح يستخدم الفن والتصميم لمكافحة التنمر؟ أول تكلموا لي عن أغلاط أنه كل تصوير من جهة واحدة، كان بالكاميرا على الرأس، بس هالمرة غيرت مرة في التصوير، خليته من أماكن كثيرة عشان أتفادى الأخطاء اللي قالوا لي عنها أول. الحين أنا طالع على الستيج ومرة في توتر، بس إن شاء الله أنكم تشوفون الفيديو ويعجبكم. وائل، برأيك حافظ راشد على مستويه بهالتحدي؟ حافظ على مستواه طبعاً، وعجبني جداً اللونج شوت اللي من برة دي، علشان توضح أنه الرسالة دي مهمة قوي، أن الناس كلها تشوفها من بعيد وحتى كمان من فوق من أي حتة، فعجبتني فكرة اللونج شوت. ما عنديش أي تعليق تاني غير أن أنت هايل يعني. أول شيء بحط لايك، هذه أول شيء. أنا حط لاف. دايماً يعني فيديوز راشد معروفين في إبداع، بس بدي أعلق بس على نقطة صغيرة اللي هي الموسيقى فيها تنمر، مش معقول. حتى الموسيقى بتحسيها فيها تتتتتي. أحسن اختيار يعني الموسيقى. بس بفضل أنه الأسبوع الجاي نشوف بعد قصص يعني غير شوي، مش لأنه صار تقريباً في تكرار. أنا شفته صراحة شوي الرسالة منتظرة، ستوب بولينج، حسيت أنه توقعنا تكتب ستوب بولينج وكتبتها، يعني أنا ما تفاجأت، غير أنك أنت بنعرف أنه أنت كتير قوي بالجرافيتي وبطريقة التصوير، بس أنا ما كان في يعني تأثير أنه إن شاء الله، بس ما بعرف، ما يعني ما في قيم بالضبط. والنتيجة يا راشد على 75 تحصل على 59 راشد، وبتكون بالمرتبة الخامسة. شكرا لك راشد. اخذت 59، ويهمني راي اللجنه مهما كان، بالعكس يهمني راي اللجنه، كانوا يبغون يغير في الفكره، وان شاء الله المره الجايه بيكون الفكره اقوى من كذا، لازم اشتغل على نفسي واسوي تحدي اكثر من كذا. مع سمر أنطون من لبنان عن فئه ويلنس، نتعرف على وجهه نظر جديده لمكافحه ظاهره التنمر. أنا هلأ طالعة على الستيج وكتير محمسة لأعرف شو ردة فعل فايا ووائل ويارا على الفيديو تبعي. هلأ كتير حابة يشوفوه لأعرف شو رأيهم، وإذا لاحظوا إنه أنا استعملت الملاحظات اللي عطوني إياها. فايا، اقتنعتي بفيديو سمر؟ مش كتير، حسيتك بمحل كان في سذاجة بالتعاطي، إنه هيدا البوز بيساعد يعني حسستنا إنه الحل هو اليوغا. كان فيكي تحكي عن جانب معين إنه بتشتغل على الثقة بالنفس، بس ما بعرف حسيت إنه شوي تحجم الموضوع، يعني حسيت الجمل حتى إنه ما بعرف. للأسف مش تقييم جيد، يعني ممل. يعني أنا شايفك حتى وأنت بتتكلمي عن الأهل بتلفي حوالين الشجرة، كنت بتلفي بتملي هوا يعني؟
حاسه كنت بتملي الفيديو اللي هو فاضل لي 5 ثواني اعملي اما تيجي الف حوالين الشجره، فاهمه؟ ما حسيتش انه الفيديو ماسك نفسه او مدي كونتنت حلو اقدر اتفرج عليه. المعلومات يعني مهمه مفيده، كلنا بنعرف اليوغا قد ايه مهمه للانسان ومفيده لكثير اشياء، بس اكيد كنت بفضل الفيديو يكون احلى يعني من هيك، يعني ممكن يكون مع اطفال مثلا بالفيديو، اي شيء جديد يعني اضافه للفيديو. يا سمر على 75 رح تحصلي الليله على 30. ثانك يو. ترتيبك سمر تاسع. مش حاسه بشيء، نعطيت افضل ما عندي وما حبوني، ما بعرف سذاجة، انا ما بعتقد انه قدمت شيء، ما بعرف انه كثير قاسي يعني، ما بعرف. دوري اطلع على المسرح، كثير متوتره ومتحمسه بنفس الوقت، متوتره لاشوف رده فعل لجنه الحكام المره هاي، حتى يلاقوا في اختلاف المره الماضيه باني كنت مرحله الخطر، فحابه ورجيهم انه صارت تغيرت وتطورت على المره الماضيه. لجنه الحكام كانت تعليقاتهم كثير قاسيه على بعض المشتركين، فالله يستر انا شو رح اخذ تعليق، بتمنى يكون تعليقهم حلو ايجابي للفيديو تبعي. وائل شو رايك بفيديو ساره؟ صريح ومباشر تو ذا بوينت، يعني ما عنديش اي تعليق غير ان هو حلو، بس حابب منك انت كفلوجر انك انت تبقى عندك معلومات اكتر. هي طبعا معلوماتك حلوه ونصايحك احلى، بس كل شويه از فلوجر باك اب ده بمعلومات، ادعميه بمعلومات. بس هو هايل. وائل ساره بحب شخصيتها القويه وبحب الطريقه اللي بتحكي فيها وكيف بتشد المشاهد لها، كثير بيعجبني هيدا فيها، بس بدي اقول لها شغله كثير صغيره انها تشتغل على مخارج الحروف بس هي عم تحكي. الفيديو كان مباشر فيه الاكزامبلز، شرح امثله وحلول، كنت بتمنى بس لو انت وكل الفيديوز اللي شفناها دائما عم نحط الحل عند الضحيه، في حدا عم يتنمر كمان هو كثير يعني الجزء الاكبر عليه، فيمكن كمان نوعي اولادنا ما يتنمروا او ما يتمسخروا على الاخرين، مش بس الضحيه. صح. معدل علاماتك على 75 57 سارة. شكرا. وانت بتكوني بالمرتبة السادسة. مبسوطة من العلامة، أخذت 57، يعني حسيت تطور أحسن من قبل، هلا ارتحت نفسياً أكثر، إنه مني مرحلة الخطر يعني خلص عديت هاي المرحلة، فصرت هلا مرتاحة أكثر يعني. مع زاهد في المبان من السعودية ممكن نشوف وجهة نظر أعمق لمحاربة التنمر. حاسس راح اخسر لانه كثيرين هذا الاسبوع دول فيديوهاتهم جدا كويسه صراحه، وانا في فيديو الخاص بي مش بمستوى الفيديوهات الثانيه. يارا شو رايك بمحتوى هالفيديو؟ انا بحب الفيزياء كثير. زاهد حببك بالفيزياء؟ عن جد الفيديو كثير حلو. شكرا. كثير حلو وعم يعني عم بيشدني للمعلومات الحلوه اللي عم يعطينا اياها، وخاصه انه عم يحكي عن عالم كبير تعرض للتنمر ولوين وصل وشو حقق انجازات. اي لايك المعيار اللي تميز فيه الامل، اعطيت مثال حياه شخص كثير ناجح وقدر يعمل تغيير كبير، وحتى المسج بالاخير انه ما يعني شكرا على الصبر كل حدا عم يتعرض للتنمر. حبيت تطور ملحوظ ومتطور جدا. 66 يا زاهد على 75. وترتيبك بيكون خذ نفس قد ما بدك، خلص 66 تنفس قد ما بدك. الثالث. شكرا. 66 درجة المركز الثالث، وصراحة مش مصدق انه هذا بيحصل حاليا، يعني انا حاسس اعتقد عايش حلما، احتاج واحد يقرصني. هذا الشيء اعطاني ثقة اكثر بكثير، يعني انا حاليا ماشي في الطريق الصحيح، الطريق اللي بقول الحكام، ما احتاج امثل، ما احتاج يعني اسوي اي شيء غريب، يعني لازم استمر في نفس مساري واستمع لنصائحهم اكثر واكثر عشان احسن مستوى الفيديوهات اكثر. انا دلوقتي هطلع على المسرح، فطبعا متوتر جدا، الانتظار صعب، انا متفائل جدا للفيديو بتاعي. فايا برايك محمود استخدم الكوميديا بالشكل الصح بهالتحدي؟ جدا جدا.
الفيديو تبعك هو من احلى الفيديوهات اللي شفناها اليوم. قدرت اخيرا شفنا عن جد شيء بيضحك، انا ضحكني عن جد، بس بنفس الوقت بيحمل بقلبه رساله كثير مهمه انه التنمر ممكن يصير بالبيت. حبيت كثير الفيديو، رائع. حبيت كيف اخذ دور الاب والابن مع بعض ونجح فيهم. الكونتنت انا شايفه مش حلو ولا ضحكني، انا مستغرب جدا من الكومنتس بتاعتهم، مش عارف شافوا ايه بيضحك في الفيديو. وحتى كمان اللي في الاخر ده كان تنمر، انت ممكن تكون واحد متضايق وقلت له معلش. يعني هو عم بيحكي كيف الاهل اثروا على ابناء على ابنائهم، بس لازم بردة فعل مره مواضي. طيب بس انا ما وضحتليش الفكره، يعني في الاخر كان اتعملت بطريقه يا ريت فينا نترجم الاراء بالعلمين. 59 محمود، شكرا. وترتيبك بيكون على الشكل التالي: محمود من مصر عن فئه الكوميديا تحتل المرتبه السابعه. شكرا لك محمود. هي مش عارف، هي الفيديو عجب يارا وفايا جدا، بس ما عجبش وائل كالعاده. ممكن عشان وائل اصلا كوميدي فصعب ارضائه، يعني لازم حاجه تكون على مستوى اعلى بكلمتين. ان شاء الله اللي جاي افضل بكتير. اكتر حد بخاف منه تعليقات من لجنة التحكيم يارا، لانها كل مره تقول لي ما حبتنيش، تحب حاجه تانية في الفيديو. ادعوا لي كلكم وان شاء الله يكون خير. سلام. فهمت شوي الرساله عليك، بس قصيره ممكن تعبر بعد بالرقص اكتر، يعني ما بعرف يدفشوك بعد اكتر بالرقص او عن جد. الفيديو حاسه حاجه شفتها الاسبوع اللي فات واللي قبلها بصراحه، يعني ما حسيتش فيه اي نوع من الابداع في الفيديو، لانه في الاخر النهايه لما هم قاعدين يزقوك ومش عارف مين، رحت انت قعدت تلعب بالكاب ورحت عامل كده اللي هو ما فهمتش. فايا، قدر ابراهيم يترجم موضوع التحدي بالرقص؟ انا باعتقادي ايه، انا حبيت اللي عملته اليوم. الحقيقه تبعك وقت عم ترقص وتعبر عن حالك، عم نشوف الصوره بالالوان، وقت اللي عم يضطهدوك او عم يمارسوا التنمر ضدك عم يكون عم تكون اسود وابيض. انا وصلتني 42 على 75 يا ابراهيم. انا اخذت في العلامه بتاعتي 42، ما فيش حد بيرضى بعلامه قليله جدا. السعادة يعني ان هو قال ان مفيش جديد، وحاسس ان هو شاف الفيديو ده كذا مره، فطبيعي يعني عشان برضه انا قلت قبل كده ان الامكانيات مش مساعده، في حاجات كتير مش مساعده معايا، حاسس ان انا النهارده انا اللي هخرج. في تقدم خاصه بعنصر الجماليات وتنفيذ الافكار، مبين انه في كوتشينج، في توجيه معين وتدريب عم بيصير. والموضوع انا يعني شخصيا كثير بحسه مهم، التنمر لازم نحكي عنه بمجتمعاتنا اكثر واكثر. اغلب المشتركين وصلوا رساله كثير مهمه. انت شايف تحسن مرعب في الحاجات دي بالذات؟ عبد الرحمن من سوريا ونور ابراهيمي، دول يعني من اقوى المشتركين الموجودين، لان هم بيفهموا التعليقات وبياخدوها بيطبقوها بالظبط، ويمكن احسن كمان. لسه في ناس لسه لازم يحاولوا يلحقوا بقيه المشتركين بصراحه. في منهم عم بيقدموا قصص جديده وحلوه، في منهم عم بيكون يعني الفيديو فيه تكرار. بتمنى انه يرجعوا يشتغلوا مره ثانيه. سمر انطون وابراهيم الكوري هن حاليا بمنطقه الخطر وبحاجه لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك. مش عارفه شو بده يصير يعني، بس بتمنى يصوتوا للجمهور، لان بعد في كثير اشياء بدي افرجيها وما عم بلف. نحن ما لقينا انها بتستاهل تكون بمنطقة الخطر صراحة. هي الكومنت يلي انعطيت هيك خففت، لأنه هي كثير معلمة وهيك، إنه كانت شوي قاسية لإلها. ما عندي أنا أي مشكل شو ما كانت النتيجة، وإذا بحبوا يصوتوا لها ما عندنا مشكل. إن شاء الله لو الجمهور صوت لي نقدر نعمل حاجة أقوى من اللي فاتت، والرأي برضه بيرجع للجمهور في الأول وفي الآخر، هو صاحب القرار وهو صاحب الكلمة. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر، مبروك لسمر أنطون. بتشكر الجمهور كتير لأنه صوت لي، وأنا كتير مبسوطة. أكيد أسبوع جاي رح أضبط وقتي أكتر وأشتغل أحلى كرمال ما أرجع أوصل لمرحلة الخطر. أكيد زعلان إني لو كنت أنا مرتب لها وكنت واخد خلفية عن المهمة نفسها أكتر، كنت أكيد عملت حاجة أكتر. أكتر شيء تعلمته من التجربة التركيز والصبر.
شعلولي. أنا بحب يارا وكنت بحلم ان انا اقابلها في يوم من الايام، وربنا نول الحلم ده. شكرا. وسعيد جدا ان انا شفتها. يا سلام يا سلام. موفق موفق موفق.